السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا كنت تجار أو حرفيين خاضعين لنظام الضريبة على حسب النظام الجزافي أي الفورفي، فرى القانون المالية ديال 2021 عوض النظام الجزافي من نظام جديد هو المساهمة المهنية الموحدة سي بي او، واللي كتجمع الضريبة على الدخل حسب النظام الجزافي والضريبة المهنية المعروفة سابقا باتونت ورسم الخدمة الجماعية، وكذلك واحد المساهمة واحد المبلغ تكميلي كيمشي لصندوق الضمان الاجتماعي كأقساط للتغطية الصحية باش تستافد منها أنت وعائلتك. وها كيفاش يتم تصريح الاداء؟ قبل 1 ابريل خاصكم تقدموا تصريح برقم المعاملات، اي بداك الشيء اللي روجتوا العام الفايت، واخا تكونوا ضمن الاشخاص اللي كانوا من قبل معفيين من التصريح في النظام الجزافي، وبات تسهل عليكم مسار التصريح وضعت مديريه العمل الضرائب هذا العام، راه اشاراتكم تصريح مملوء مسبقا من طرف الاداره فضاء سامبل على الموقع الالكتروني tax.gov.ma. بعد ما كتدخلوا للموقع كتمشيو لخانه سامبل سي بي او وكتنخرطوا في خدمات سامبل سي بي او بادخال معلومات تاكيد من الهويه رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقه الوطنيه، ومن بعد ما كتدخلوا في واحد الاستماره العنوان ديالكم العنوان الالكتروني ديالكم ورقم الهاتف وكلمات السر من اختياركم اللي خاصكم تحتفظوا بها، كتدخلوا الرمز اي الكود اللي عطاكم النظام وكلمه السر اللي اختاريتو باش تدخلوا سامبل سي بي او، وكتطالعوا التصريح اللي كيكون مواجد مسبقا وكتختاروا كيفيه الاداء المساهمه المهنيه الموحده، وتقدروا تخلصوها بجوج طرق، يا اما تخلصوها كلها سنويا قبل فاتح ابريل مره واحده، او لا كتقسموها على الاشطر ربع سنوي ثم كتدخلوا رقم وتاريخ الانخراط في نظام التامين الاجباري الاساسي على المرض، وكتبعثوا بالتصريح ديالكم في سامبل سي بي اي وكتخلصوا في نفس الموقع بالطريقه اللي بغيتوا، الا اختاريتوا تخلصوا كاش او باي طريقه الكترونيه اخرى فراه النظام كيخرج لكم مطبوع به تقدروا تخلصوا عند اي مقدم خدمات الاداء او باحدى الوسائل الالكترونيه المتاحه. اما الى اختاريتوا الاداء بالبطاقه البنكيه فراه غيديكم النظام للصفحه الخاصه بالاداء عبر الانترنت. الى اختاريتوا الاداء الربع السنوي ما تنساوش تدخلوا لسامبل سي بي اي وتطبقوا نفس هذه الخطوات باش تخلصوا قبل شهر مارس ويونيو شتنبر ودجنبر، وطبعا الى كانت عندكم حاله خاصه او احتاجيتوا معلومات اضافيه فكتبقى مصالح جميع المديريات الجهويه للضرائب هي الجهه اللي خصكم تزوروها باش تزودكم بالارشادات اللازمه لذلك. شحال هذه اصحاب النظام الجزافي كانوا كيخلصوا انطلاقا من 8%، الان هذا النظام الجديد غادي يخلصوا 10% بشكل موحد زائد المساهمه المهنيه الموحده واللي كتبدا انطلاقا من 1200 درهم في العام. واخيرا الى كنتوا كتشوفوا هذا المحتوى جدير بالمتابعه وجدير بالاهتمام وتشجيع والدعم فما عليكم الا انكم تسجلوا الاشتراك ديالكم في القناه وتدعمونا بلايك وكومونت يليق بالمحتوى اللي كنقدموه وكذلك دعما لنا وتشجيعا لنا على البحث الجديد، وشكرا لكم والى اللقاء في فرصه مقبله ان شاء الله.